البداية قسمها فيه ذكريات المؤلمة. أنا ودي أطرح تساؤل حتى نستفيد الجميع، كيف يقدر الشخص أنه يتفادى الذكريات المؤلمة؟ كيف يقدر الشخص أنه يتفادى الذكريات المؤلمة؟ مثلا أتذكر ذاك الرجال الشايب، يعني له ذكريات مؤلمة جدا جدا جدا، تذكرها بولد رجال قال ميده يو أنا مثل ولدك، دمعت عينه بس قال أنا مثل ولدك، رجعت هالكلمة السالفة طويلة. هذا الرجال طوال العمر جالس في محل وقت مثل الأوقات هذه ويكمل موتره النواقص، معه موتر باتر والنساء، يكمله من النواقص ومدخله في الورشة، وقال انفضه من الصدام للصدام لأنه بيروح لنفود الربع الخالي. كل شوي إلا جاني رجال على شاص له غليون اللي هو ديزل، يا سلام. يقول شوي إلا ذاك الشايب اللي مو كبير في العمر لكن وجهه ماليته التجاعيد وتحت عينه هالات سوداء، يقول وشفت الرجل هذا كأن وراه علم، يقول مهاب ونظراته يعني حادة. يقول شوي والرجال فتح الباب وانزل من السيارة، يقول إلا الرجال مبتوره رجله، يقول واجه صعوبة وحاط العكاز في الصندوق، يقول أنا لا بديهيا قمت من مقعدي وجيت وعطيته العكاز، قال بيض الله وجهك يا ولدي والله يعطيك العافية، قال بيض الله وجهك والله يعطيك العافية والله لا يهينك على فعلك الطيب. يقول قلتها أنا ما سويت كذا يا أبوي إلا لأني ما في مقام ولدك ولا تعبني إلا مثل ولدك. يقول يوم قال هالكلمة يوم لمعت عينه ونزل راسه وحزت هالكلمة في خاطر. الولد ذا يقول ما يعرف الشايب ومستحي إني أسأله ليش دمعت عينه، يقول جيت وجلست، يقول حاولت إني أفضفض مع هالشايب أسولف مع هالشايب، يقول كلنا في الورشة وقاعدين في جلسات الانتظار، يقول شوي وقال هذا موترك، قال هالشايب ميد النسان، قال الله الله موتري، يقول أبي ألاطف هالشايب، قال تبدلني وتزيدني، يقول داري موترة أغلى من موتري، يقول بس جبتها من باب الطرفة، فقال لو تعطيني هالموتر خص بلاش ما أخذته. يقول قال بلاش ولا أني بما أخذه، ودمعت عينه في البداية الرجال ورجله مبتورة، الرجال هذا وراه علم. يقول هالولد ذكرياته، يقول أبي حاولت أني أجذب منه الكلام، يقول ما استطعت. يقول يوم خذنا شوي يوم قال يا عمي أنا ودي أسألك، أنا يوم قلت أني مثل مقام ولدك لمعت عينك ونزلت راسك، ويوم قلت بعطيك سيارتي قلت لو تبيها ببلاش ما أخذتها، ولو تعطيني عليها فلوس ما أخذتها، ورجلك الله يعافيك مبتورة، ودي أسألك يا عم وش صاير عليك؟ قال الشايب موترك وش تزين فيه؟ قال أبدا زينة لأني بروح بالربع الخالي، قال أنا في وجهك يا ولدي وطالبك أنك ما تروح للمنطقة هذيك، يا سانك بتسمع شور. وخلاص أنا الفضول وصل حده بيسأل الشايب ليه ما يبيني أروح الربع الخالي وليه طلبني بهالطلب. يقول قلت يا عم أنا ما عاد فيني صبر، الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا، فندها لي واشرحها لي. قال بتسمعني يا ولدي؟ قال بسمعك. قال أنا في سنة من السنين جاسم في مجلس، يقول ودخل علينا رجال ولم معه شجر، الشجر اللي هو محجر اللي هو انقلب إلى حجر من السنين والبطاء، هذا الغالب أنه يكون في ربع الخالي شجر محجر أو حيوان من نوع من الحيوانات تحجر مع السنين وهكذا. يقول وجابها الرجال وعرضها في المجلس وقال هذه شجرة لقيتها في الربع الخالي، وقالوا بيضة ما شاء الله وش هذه وين لقيتها فيه وهذه نادرة ولو توديها لأهل الاختصاص ومدري إيش وحقين الآثار، قال اللي يجيب مثل هالشجرة له 5000 ريال يا أهل المجلس. يقول للرجال هذا الشايب يقول السالفة هذه قبل 30 سنة، قال أنا بجيبها. يقول هالرجال هذا الشايب قال له أبو خالد، يقول أنا ما هو طمعتي في 5000، أنا طمعتي لا يقولون الرجاجيل إنهم طرحوا تحدي في مجلس وأبو خالد حاضر فيه ولا تكلم. يقول قال أنا اللي بجيبها، قال وعدنا الجمعة الجاية وأنت تكلمت عند الرجاجيل يا أبو خالد. يقول أسحب عمري وأروح البيت، يقول أجهز معي مثل موترك هذا ميد الولد النسان ومثل موترك. شو الذكريات؟ يقول جابه لي نسيبي عقب ما انتظرت ولدي 6 سنوات، يقول تزوجت 6 سنوات ما جاني مولود، عقب 6 سنوات أهداني هالموتر، والسالفة حصلت عقب 6 سنوات ولده قده أبو 6 سنين. يقول جيت البيت وبدأ أجهز العزبة وأجهز الفراش وأخذ الماء وأخذ الأغراض، قام ولدي وقال يا أبوي بخاويك. يقول وليد أبو 6 سنين. قلت يا ولدي لا وين بتروح؟ أنا بروح الربع الخالي. قال يا أبوي أنا بخاويك، يوم بتسوي ولدي؟ يقول ما عندي إلا هالوليد جين عقب بطأ ماني مكدر الخاطرة. قلت اركب. يقول وأخذ معي الماء وأخذ معي الذهاب وأمورنا طيبة. يقول ونمشي في الربع الخالي، يقول وأمشي في ردمية، السالفة طويلة وفيها تفاصيل لكن لعلي أختصرها. يقول ويضرب في جرف أو في حصات أو في ردمية في بطن الموتر، يقول
حسيت انها ضربه عاديه كملت مسيري. يقولوا نمشي ونمشي لين هفت الشمس جدهم سيان. يقول قلت يا ولدي بنقعد في هالمكان هذا. يقول ونمسي ونزين عشانا. ويقول انور بالكشافه بيشوف جحور جرابيع ولا شيء، لان الديبان تجي حول الجرابيع او الجراذي او غير من هالحيوانات. يقول ما في شيء والارض زانده والارض بكر. يقول ونمرح. يقول يوم جاء الصباح ونتوضى الصباح ومبعدين من موترنا شوي. يقول يوم جاء الوليد وناداني ابوي، ابوي تعال يا ابوي. وش فيه؟ قال ابوي الموتر ينقط من شيء. يقول يوم عاين لان التانكي ينقط منه ومنديتن الخط. صار يوم ضرب الحصات انشق تانكي الماء. يقول الرجال لا بديهيا يقول خميت ولدي وخليت باقي اغراضي وطمرت في الموتر. ليه؟ يقول ابيه يقربني من الخط. الله. لان هلك لانهم في ربع خالي والسالفه قبل 30 سنه وما قطعه لا ابراج ولا نت ولا قارمن ولا هالوسائل الحديثه. يقول اشغل اشغل الموتر قال هذا محلي. يقول واخلي الاغراض كامله عند ولدي. يقول جميع الاغراض عند ولدي. يقول ما اخذت معي الا جربت ما قلت يا ولدي خليك في هالمكان وطمنته. قلت انا باصل ربعن قريب. ايوه ست سنين. ست سنين. قال اياني وياك تنزل من السياره. يقول معه من الطعام اللي ان شاء الله بيكفي ولكنه خايف انه ينزل ويلدغ هداب ولا عقرب. قلت خليك في مكانك ولا تنزل. وانا باصل ربعن هناك وبعود. يقول عشان لا جاه الليل ما يخاف. يقول يقعد الوليد ويقفل الباب ويقعد في الموتر. الشايب يقول والله اني ما ادري وين بروح وين بوجه وين ماشي. يقول ما ادري عن شيء. يقول اللي قدامي صوره وليدي اللي في الموتر. يقول ويكمل مسيره ويكمل مسيره وتغيب عليه الشمس اليوم اللي هو فيه الصباح هذا ويغيب عليهم ويجي الصباح ويومين وهو يمشي. يقول يوم الثالث خلاص عليه الماء. يقول الرجال انا دايخ ولاني بدايخ صاحي ولاني بصاحي ولكني يقول احث عمري ولاني بشوف الا صوره ولدي قدامي. يقول امشي وامشي. يقول يغيب علي واطيح والولد في الموتر. يقول وامشي وامشي. يقول وين جاء موقف واغمى علي. يقول جيت على عرق واسندت ظهري. يقول الغالب واكثر من مره اني اصحى من حراره الشمس لكن هالمره صحيت من حراره في رجلي. قرص شويه اللي هو ملدوغ من ام جنيب. يقول انا ما تطيرت. بعض الناس اذا صار لهم مصيبه يفزع ويصير المصيبه مصيبتين. يقول انا ما تطيرت، خذت شماغي وربطت على حول الركبه. يقول وكملت مسيري. يقول ما قدامي الا وليدي. يقول شوي يوم احتر جسمي يقول ايقنت بالهلاك. يقول قعدت قلت بركض بركض ما دام فيني طاقه بركض الطاقه هذه بركض بها لعلي اطيح في عرب ولا في شيء. يقول شوي الا فيه عرق طويل. قال ما فيني من طاقه بحطه فيها العرق. يقول عقب رابع يوم ويا صل في راس العرق. يقول يوم عاين ورحمه من الله سبحانه وتعالى ان في قاعه هالعرق او في ما القاع من هالعرق فيه بيت شعر. يقول يوم شفت بيت الشعر عقب مسير اربع ايام والماء خالص ورجال ملدوغ ومخلي ورعه وراه. يقول يوم ما قدرت اصيح ولا قدرت اتكلم ولا قدرت شيء. يقول رميت عمري زين اهل البيت شافوا. يقول واتدربه من راس العرق لين اسفل. يقول عقب يومين صحيت الا انا في مكان بارد والاجهزه وفي مستشفى. والولد ست ايام. والولد في السياره. يقول ويجون الدكاتره يقولوا عاين لي رجلي مبتوره والاجهزه الاسلاك في يدي. يقول ويجيني الدكتور والممرضه تنادي الدكتور المريض الصحة. يقول جاء المريض وقال لله انا لله وانا اليه راجعون، الله اعطاك اربع اطراف وخذ طرف والرجل يوم يكون مؤمن بقضاء الله وقدره. يقول يوم قال اربع اطراف ورجلك بترت لانك ملدوغ ومشيت بها. يقول سنه ضاربني على وجهي. يقول وانا مص على سلاك قلت كم لي في المكان هذا؟ قالوا لك يومين. قال ولدي ولدي له ذا الحين اربعه ايام ويومين سته ايام وهو في السياره. خذوني لولدي. قال الدكتور ويطمر للجهاز ويكلم الجهاز الاجهزه الجهات المختصه. قام الرجال قال انا معكم. يجيبوا له عكاز ويركب مع الجهة يركب مع الشرطة أو الجهات المختصة ويروحون للمنصة الولد. جو المكان الولد ولقوا الوليد خلص عليه الطعام ولكن يعني باقي معه ماء ولكنه نزل الوليد تباط أبوه وقام يدور على السيارة يدور على السيارة وقعد في ظلال السيارة في الفترة اللي أبوه تغيب منها. جاء الشايب للمكان هل العسكري مقابله وقال الواحد يؤمن بقضاء الله وقدره وأعلموه أن الولد استظل في السيارة وغفى وجاه الصل والصل سبحان الله لا يوجد له ترياق لدغه الصل وتوفى الولد الله يجعله إن شاء الله شفيع لأهله والوالديه. وهذه الذكريات أنا أقول لكم الذكريات المؤلمة أن تمر علينا ذكريات مؤلمة جدا. أنا أبو مبارك الجميع من فاقد من موت مثل الرجال هذا اللي صارت عليه مواقف يعني عقب 30 سنة تذكرها بسيارة تذكرها بكلمة يا ولدي. كيف الرجل أو الشخص يقدر يتجاوز هالذكريات المؤلمة؟ ودنا نسمع ودنا نقرأ
معنى يعني كلش الواحد يؤمن بقضاء الله وقدره، وكلنا نؤمن بقضاء الله وقدره، وهذا مكتوب قبل نخرج على الدنيا. يا سلام يا ابو سعد يا اخي، شحننا ابو سعد والله، شحن بالله. سولف اكثر من 10 دقائق صح ولا اكثر؟ ما ادري، ما شاء الله استمتعت، ما ودنا نسكت والله. يطول عمرك، قصه جميله على التسلي، استمتعت. ارحب ابو شوق، ارحب ابو شوق، يلا حيا. لكن احزنت ابو سعد، الله يسامحك ابو سعد. اشتري يا ابو شوق.